ونحن نشتكي هنا من كثير حاجات، نشتكي من الغاز، نشتكي من البترول، كل شيء غالي، الصرف غالي، من الصرف قد 300 وتقريبا 50 او اكثر، الغاز اللي كان اول شيء ب 4000 الحين قد ب 8000، وكل شيء قد غالي، البترول اللي كان اللتر ب 600 الحين قد ب 950، وبعض المحلات حتى المواد الغذائيه، اي شيء هنا في الناس معتنين من كل شيء، والمواد الغذائيه وكل شيء، ونحن نرجو من اللي هم الامر الكبار والمسؤولين ان يعطونا نظره. ترى الشعب زي ما تعرف الراتب من 60 و80 وتحت. هذا ارتفاع الصرف اثر على الاقتصاد واثر على العمل واثر على البنيه التحتيه واثر على المواطنين واثر على الجيش وعلى الامن وعلى البترول وعلى المحروقات مش متوفره، يعني محافظه المهره امن، العالم كله يعرف ان المحافظه امن، بس في حاجه ثانيه اسمها الجوع، في حاجه ثانيه اسمها الـ 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 الاسعار المرتفعه، وفي حاجه ثانيه يعني اسمها لازم توفروا للمواطن قاهي آمن، خلاص لازم توفر المواطن كل حاجة آمن، تكون آمن اقتصاديا وآمن أمنيا، الحمد لله على كل حال. نحن محاصرون من قبل السياسيين الذين يمتلئون قيوبهم فقط، لا يعبرون عن الشعب ولا يضربون حسابات الشعب، وانقطاع الغاز والبترول والصرف عالي. الآن نحن عايشون في الجنوب، لا نستطيع الحوالة إلى الشمال، يعني بثلثين بضعف المبلغين الذي نشتغل به، يعني نحن في حصار من قبل الجهتين والسبب المتسيسين الحكومتين.